أسباب وقوع الشرك ما هي الأسباب حتى نجتنبها؟ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. والثاني الغلو في قبور الصالحين وصيرها أوثان تعبد من دون الله كما حصل في قبر اللات. والثالث مضرة العكوف عند القبور لعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ أي أنه متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه الأموات يدفنوا في البيوت، صح؟ في المساجد. لا، أي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذا ندفنهم أي في خارج البنيان في المقابر. ومتقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم هذا. الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروا البيوت وتتركوا فيها صلاة النافلة، قراءة القرآن، الاستغفار. نعم، إذن المقابر لا يمكن أن يصنع عندها شيء من العبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها. لو قلنا غدا بإذن الله نختم كتاب التوحيد عند البقيع نقول لا تجعلوا الدليل بيوتكم قبورا. نعم، متقرر هذا عند الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يمكن يكون عند القبور صلاة، قراءة قرآن، ياسين وغيرها. ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى تجعلوا قبري عيدا؟ العيد يأتينا مرة كل سنة، عيد الفطر مرة كل سنة، والأضحى كذا يتكرر. نعم، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الزيارة لقبري عليه الصلاة والسلام، تزور القبر كل عام، كل شهر، كل أسبوع، كل جمعة. قال لا تجعلوا قبري عيدا يعاد وتكرر. وقال عيادة المريض. لماذا؟ لأن تعود وتكرر عليه الزيارة على المريض، تعود وتكرر. لا تجعلوا قبري عيدا. طيب، نريد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من أي مكان، ما أنت ومن بالشام إلا سواء. وآل البيت كانوا يقولوا هذا، كانوا يقولوا هذا، وكان آل البيت ينهون عن الشرك. فنحن المفروض من باب أولى أن ننهى، فلا نجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. طيب، بهذا انتهى القسم الرابع.